السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العيد طارق. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أشرح لكم كيف نشتغل على البروجكت، برنامج البروجكت، كيف نعمل مشروع على هذا البرنامج. بداية خلينا نحكي عن البروجكت وإيش فوائده. البروجكت وظيفته إنه لما يكون في عنا مشروع معين، في مجموعة مهمات تاسك، وكل مهمة إلها ديوريشن وإلها أولويات. كل هاي المهمات وفي إلهم ريسورسز معينين، بدنا نحط كل ريسورس على المهمة تبعته. البرنامج بيشتغل هذا الإشي، بنعرف له المهمات وبنعرف له الريسورسز والديوريشن، وهو بيعطينا مخطط زمني للمشروع اللي إحنا بنشتغل عليه. كواجهة برنامج حكيت عنه فيديو لحال عن البرنامج، ولكن هلا راح امر عليه مرور سريع. بتكون من جداول، صفحة جداول، جهة جداول، والجهة الثانية فاضية لرسم المخططات عليها او المخططات الزمنية. جداول عنا التاسك نيم اللي هي اسم التاسك والديوريشن تبعته ومتى تبلش ومتى بنتهي، والريسورس عفوا الريسورس اللي هي ايش هي اولويته او اولوية كل تاسك، يعني التاسك الفلاني بعد ايش ببلش وقبل ايش. وعنا الريسورس نيم اللي هم المصادر اللي بدنا نحطهم جوا التاسك، سواء كانت مصادر بشرية او مصادر مادية. وبنقدر نضيف كولومز ثانية مثلا الكوست واشياء ثانية كثيرة. ما اعرف اعمق فيه، قلت لكم في فيديو بشرح البروجكت كاملا. هلا بنجي على المشروع تبعنا، نفهم شو طبيعة المشروع. هو عبارة عن مصنع، مصنع تركيب سيارات. في هدول البروجكت مرقمين ارقام وحروف. الارقام بتدل على جروبس، الحروف مهمات. كيف يعني جروب؟ يعني البادي ديزاين في مجموعة مهمات، هاي المهمات بنخلصها، لما نخلصها بنكون احنا صممنا البادي تبع السيارة، وبعدها بننتقل لاشي ثاني، المحرك، الانجن ديزاين. في مهمتين، نطبق المهمتين بيكون المحرك اكتمل، والى اخره لتحت. هلا حاطين البادي ديزاين في البيبر وورك 2 دايز، ودروينج اوف ذا كار رسم السيارة 4 دايز، ديزايننج اتر بادي حكي لي انها 3 دايز، ولكن ايش كاتب لي بعدها؟ ستارت افتر 1 بي. هاي 1 بي اللي هي دروينج ذا كار، يعني سي راح تبلش بعد هاي. ونفس الاشي تحت 2 دايز start after 1 C. هلا هذولا راح نشوف كيف نعرفهم على البرنامج. كنا اول وحده paperwork، ما بنكتب الديوريشن جوا بنفس التاسك، بنفس الكولوم تبع التاسك. نجي هون الديوريشن 2 دايز، هاي بنكتب 2 بحطها. لاحظوا ما حطليش ستارت داي، لانه انا ما عرفت له المشروع متى ببلش. فبجي هون بدور انه البروجكت ستارت اون موندي 3/9/2018. بجي هون على project information، بلاقي هذا التاريخ بحوله ل 3/9، يعني بيكون بمارش 3/9. ايش حط لي اليوم؟ ساتردي. طب نيجي هون موندي. هلا بدكم تفهموا شغله، انه في بعض الانظمه، انظمه التواريخ بتتعامل مع اليوم والتاريخ بالعكس، يعني هاي
شهر 3 يوم 9 مش هذا اليوم الثالث شهر 9 احنا كنا بشهر 3 مش مشكلة سبتمبر 3 مظبوط هلا شوف كيف راح احط لي على البرنامج لحظة كيف كتب لي اياها 3 9 او عفوا 9 3 وهنا 3 9 بدكم تلاحظوا على هذا الشيء انه عندنا بالبرنامج بيكتب بالاول الشهر بعدين اليوم هي هيك حطيناها هلا ما حط لي التاريخ بكون في عندي مشكله هون هي اشاره استفهام عشان نحلها بنضل كل اشي بنجي على تاسك اوتو سكيدول هيك هو بيرتب لي كل اشي اوتوماتيك عشان ما يصير في عندي تضارب وما يكون في تواريخ ضايعه زي هلا بعمل نفس الاشي بس انا حطيت البيبر وورك كان مفروض اضيف البادي ديزاين ضفت هلا البادي ديزاين او بعدين ما علينا اي شيء في حال نسيناها باجي هون انسرت تاسك اي نيو تاسك بكتب انه اسمه بادي ديزاين بظلل بعمل اوتو سكجول كل ما تطلع لي الاشاره اللي كانت هون اشاره استفهام بعمل هاي الخطوه هلا بجي drawing the car designing cutter body راح اوقف الفيديو مشان نختصر عليكم الوقت هي هيك انا حبيت بس تبعون البادي ديزاين وعبيت التواريخ تبعونهم هلا نفس الشيء طلعت معنا هاي المشكله انه ما يحط لنا التاريخ الفينش وستارت متى فشو بدي اعمل؟ بطلع كل شيء واكبس من هون اوتو سكيدجول هلا احنا بالبدايه اتفقنا انه في شيء اسمه جروب وفي شيء اسمه تاسك كيف نفهم هذا الشيء للبرنامج؟ احنا هون حطينا كل شيء تاسك البادي ديزاين صارت زيها زي التاسك اللي جوا بجي بكل بساطه بضللهم او عفوا بضلل اللي تحتها انا بدي الجروب اسمه بادي ديزاين وبدي التاسك هدول يكونوا جواته فبضلل هدول التاسك بجي على تاسك اندنت اكبس عليها هيك صار جروب هلا لما اجي اضغط هون بصيروا هدول جواتها وبجي احط لي الديوريشن اللي بدها اياها لهي لهذا الجروب كامله هلا الليبريدي سورس اللي هي الاولويات يعني انا عندي البيبر وورك ما فيش فيها اولويه هي هنبلشه عادي وهون كمان نفس الشيء عادي من C start after 1B 1B اللي هي drawing the car فبجي 1C هي designing the outer body كيف افهمه انها تبلش بعد drawing the car بجي على بريد سورس اكتب الرقم تبع drawing the car اللي هو رقمها 3 بجي اكبس 3 بطلع عليها هون حط لي سهم صغير ونفس الاشي الكاد drawing
كده drumming start after 1 C اللي هي اللي قبلها، بحط هون 4 ونفس الاشي هاي after 1 D اللي هي الكاد drawing بحط هون 5. لاحظوا صار يعدل الايام هون 10 ايام المستغرقة للبادي ديزاين. هلا بجي ادخل في اللي بعدها اللي هي الانجن ديزاين. أول ما أجي أكتب الـ Engine Design بعد الـ Body Design راح أبلش راح تبين عندي مشكلة. هلا بفرجيكم شو هي. طيب إنه أجي حط لي الـ Engine Design جوا الـ Body Design وأنا عندي إياها كروب لحال، فشو بعمل؟ بكبس عليها كبسة واحدة وبدل ما اكبس indent بكبس outdent، هيك صارت هلا هي مستقلة. فجأة احط جواتها التاسك تبعونها اللي هي determine the car body weight body weight، واللي بعدها اللي هي determine the engine size. هيك عندي هاي 1 day وهاي 1 day. بس قبل هيك بدي انتبه ان هون ال engine design starts after one is done اللي هي one ايش فوق هالبادي ديزاين. لما تخلص one ببلش الانجن ديزاين. فانا بجي هون هالانجن انجن ديزاين بكتب الرمز تبع البادي ديزاين اللي هو واحد. كتبت جوا التاريخ هون بس مكتوب واحد. تمام هلا بجي بدخل هدول جوا الانجن بظللهم بكبس اندنت بكتب الدايز تبعهم هذا واحد وهذا واحد بعد 2A اللي هي بعد اللي فوقيها راح تكون يعني هاي 1 day وهي بعد اللي فوقها يعني اجي اكتب هون 8. وعشان هاي المشكلة تطلعلي تطلع بضل فوتو سكيدجول. ما تنسوا سيفوا كل شوي عشان ما يضيع عليكم شغلكم. هلا راح نشتغل نفس الشغل تحت، ولكن تحت راح يصير يستخدم لي مصطلحات لازم اركز لما اقراها. راح نمر عليها هلا وبعدين كمان شوي راح نرجع مره ثانيه عليها، بس خليني احكي لكم عنها هلا. مثلا زي هيك بقول لي انه هاي 1 day starts 3 days after 4 early، يعني هاي مدتها يوم واحد بتبلش بعد 3 ايام من 4 بي اللي هي من هي. هلا نحكي لكم ايش او كيف نفهم هذا البرنامج هذا الشيء لما نوصلها راح نحكي عنها. هي هلا بلشت ب نمبر 3 كتبتهم ونفس الشيء
بدنا نعمل هاي مستقلة لحالها اللي هي نمبر 3 اللي هي هيها. بجي أكبس أبدنت هي صارت مستقلة. لا بضل اللي تحتها اندنت طاب والهندل تلقائيا. كيف أتأكد إنها نعملها؟ هاي المفروض ينضموا جواتها. هلا في عندي هنا 2 days 1 day start after 3a 1 day start after 3b. هاي 2 days هاي 1 day start after a اللي هي رقم 11 وهاي buffering process 1 day start after 3b من هنا finish will fix 1 day after 3c 1 day هاي 13 ما انسى اعمل auto schedule تمام. بس عندي هنا حكي لي انها start after 2 is done يعني after the engine design. فبجي احط هنا رقم ال engine design اللي هي رقمها ايش 7. اتفرج كيف مليح على المخطط حط ليها بعد رقم 7 تمام. انا بجي اكمل painting بحاول اختصر انا باسماء التاسك. المفروض ما نختصر المفروض نكتبه كامل يعني مثلا هون انا كاتب المين بينتينج بروسيس باي روبوتس انا كاتبها بس المين بينتينج بس انتو لازم ايش تعملوها كاملة تكتبوها لانه ما بصير تكون على النص. فبنجي بينتينج ستارت 1 day after 3 بالاول خلينا نعمل اودنت لها هاي صار اللي جواتها تلقائيا اندنت. هلا بنيجي نفهمه انه هاي start after ايش 3 بس ايش حكينا مش after مباشرة زي ما هو كان يحكينا مثلا هنا start after 2 is done لا حكيلي start 1 day after 3. فبجي هنا بدل ما اكتب بس 3 لحالها بجي اضغط مرتين بختار بريديسورس هنا انتبه انها finish to start يعني تخلص اللي قبل عشان تبلش اللي بعد. finish to start هاي الشيء معناته finish الchase to start الpainting تمام. بحط lag 1 day اذا كانت lag سالب 1 معناتها before اذا كانت 1 موجب معناتها after. هاي اوكي هيك شو اللي عمل لي هو قدم لي اياها يوم بعد ما تخلص. خلينا على الارقام هنا مثلا هاي بتخلص ب عفوا انا مدخل رقم 3 لأنه قرأت من هنا after 3 is done فدخل 3. أنا لازم المفروض إيش أقرأ 3 اللي هي chase. بجي من هون أو هون chase رقمها 10 فلازم هنا أكتب مش 3 10 لا هون أكتب 10 المفروض. أيوة هلا تمام. هلا بجي أطلع هون إيش حكي لي هي start after 1 day بعد العشرة أو رقم 3. هلا رقم 3 بتخلص 25 متى بتبلش البينتينج بيوم 27. لو رجعنا لقبل قبل أن نستخدم اللاج مثلا engine design بتخلص 18 بتصادف يوم 3 اللي بعدها بتبلش يوم 4 19 مباشرة لانه هون حطينا بس بريك ريسورس بس الرقم ما حطينا finish to start 1 day. بس هون ايش حطينا احنا finish to start 1 day بتخلص هاي ب 25 اللي بعدها ما بتبلش ب 26 بتبلش ب 27 لانه حاطين احنا بعد يوم زياده. هلا بنجي على اللي تحتها اللي هي الالكتريكال سيستم نفس الاشي
ايه بنعبي الالكتريكال سيستم هون. ساوند سيستم، اير كونديشن، هيك حوق الفيديو واكتبهم. تمام، هلا بنيجي هون حكينا انه الالكتريكال سيستم، نرجع هون الالكتريكال سيستم start 2 days after 4 is done. 4 ايش عنا اياها احنا؟ البينتينج. فبجي هون كم رقم البينتينج؟ 15. فبجي اكتب هون 15، بعدين برجع اكبس عليها كبستين، بختار finish to start، لانه هو حكي لي starts after ما تخلص، يعني finish to start. بختار 3 days، يكون حط لي لاك زيادة 3 days. بعد ما تخلص البينتينج المفروض 15، عفوا مش 3 days 2 days. نظلل فوتو سكجول، حللنا المشكلة اللي كانت عندنا بالوقت. هلا هاي ما في عليها أي إشي، وهي ما عليها إشي، وهي ما عليها إشي، ما عليها إشي، فما بنعبي أي إشي هون. نسينا كأنه نعبي تبعون البينتينج، نرجع لهم هلا نعبيهم. هاي ما عليها إشي، هاي 1 day start after 4A، دي هاي 4A 15 هون. وبرجع على manual check، manual check 1 day start 3 days after 4B، 4B اللي هي ال main painting بلش بعدها 3 days. فأنا بجي هون كم رقمها؟ 17. فجي اكبس 3 days finish to start. تمام. هلا في علاقة ثانية غير finish to start، يعني ممكن لو قدام نصير نستخدم start to start او finish to finish او start to finish. هلا لما نوصلهم رح نحكي عنهم. هذول قلنا ما فيهم اي اشي، ننتقل للجروب اللي بعده. الجروب اللي بعده اللي هو الباور ترين، خليني اكتبه وقف الفيديو وارجع اكتبه. هاي حطيتهم، بجي على اول وحدة اللي هي باور ترين start after 5 is done. 5 اللي هي ايش عنديها؟ الالكتريكال سيستم، الالكتريكال سيستم اللي هي رقم 19، بجي احط هون 19. الكار انجن 1 داي ما في عليها اي ملاحظات. الجير بوكس 1 داي ستارت افتر 6A اللي هي اللي قبلها، هاي افتر 6A اللي هي رقمها 25. وهون ما عندي اي ملاحظات، بس انه كاتب لي انها 1 داي. ستار اوتو فيديو رجع من تحتها، هي عبيت المهمتين اللي ضلوا مع بعض. هلا بنيجي هون داشبورد، حكينا ان 1 داي ما في اي ملاحظات. قبل هيك رقم 7 ستارت افتر 6 رقم يعني 24. هلا بجي على هاي ما في ملاحظات، بجي على هاي بلش بعد 7A اللي هي قبلها، راح يكون هنا 29. car seats after 7A اللي هي راح تكون كمان 29. break ما في ملاحظات، start after 7D اللي هي after the breaks اللي هي 32. نجي على اللي تحت،
final setting. Final setting start after 7 is done. 7 رقم هذا 28 ما في ملاحظات على هاي وهاي after after 8A هاي after 8B 8B اللي هي هاي 36 هاي بعد C اللي هي 37 هلا في ملاحظة قبل ما نكمل أنا قرأتها غلط فوق لازم تكونوا دقيقين لما تيجي تقرأوا وين هي هيها 3C حكي لي انها start with 3B مش حكي لي انها after فبدي ارجع اعدل هذا التعديل هنا اللي هي هيها تأكد انها هي البفر ليه لا هي حكي لي with معناتها ببلشوا مع بعض فانا ما بصير احط finish to start فجأة أحط start to start يعني ببلشوا اثنيناتهم مع بعض هلا فجي أكبس أوكي لازم تكونوا دقيقين مع هاي الكلمات start with start after start before لازم تكونوا دقيقين وتعرفوا إيش تستخدموا هلا هيك بنكون إحنا فهمنا التاسك فهمنا البرنامج عن التاسك هلا بضل نحط له الريسورسز بس قبل ما نحط الريسورس للتاسك تبعهم بدنا نفهم البرنامج ايش الريسورس اللي احنا عنا اياهم فبنجي هنا هذول الريسورس كاملين عنا بالمشروع كامل وهذول توزيع الريسورسز يعني A1 في الريسورس PM اللي هي البروجكت مانجر B1 فيها الريسورس SE اللي هي السنسور انجينير والى اخره هلا ممكن يصير في عنا تضارب بالريسورسز يكون في عنا ريسورس مشغول بشغله واحنا نحطه بشغلتين في نفس الوقت فهون حكي لي wherever there is a task conflict and there is a resource issue there are various ways to dealing with this يعني كيف بدك تحل المشكلة اما تضيف extra worker تضيف واحد ثاني زيادة غير هذول الموجودين او allocate worker task to other تحط واحد بدل الثاني يعني بدل ما نشغل البي ام بنشغل الاس اي او ممكن delay a task يعني بنأخر التاسك الثاني قبل ما يخلص الريسورس هذا من التاسك الاول ويشتغل على التاسك الثاني او using overtime للتاسك او نخلي البرنامج هو يحله لحاله هلا هان بيكون خبرة المهندس يعرف ايش الحل الانسب عشان يكون اقل كوست هلا بنجي نعرف البرنامج عن الريسورس تبعونا فبنجي هون resources assign resource اجتني هي الصفحة بكبس على اول وحدة بكتب هنا اسم اول resource اللي هو راح يكون عندي لبروجكت مانجر بجي project manager الرمز تبعه نضيفه كمان هو PM الجروب مش موجود ظل عندي الكوست والكاونت العدد تبعه هلا الكوست لما اجي اكبس ما راح تزبط معي فشو بجي اكبس اوكي بعدين برجع اكبس مرتين هنا
هلأ بتشتغل الكوست. بجي هون الستاندرد ريتس اللي هي الريت بير اور، يعني قديش بنعطي كل ساعة. وهون الاوفر تايم، في حد كان اشتغل الاوفر تايم. وهون الكوست بير يوز، يعني كل ما يجي كم بنعطي. الفرق بين اول وحدة واخر وحدة، اول وحدة لكل ساعة بتعمل، اخر وحدة لكل استخدام. فاحنا هون عنا يا اورلي ريت معناتها لكل ساعة، هي 70 USD. هي 70 ولكن حاط لي اياها بالدولار. كيف احولها ليو اس دي؟ هلا بنشوف كيف نحولها. خلينا نحط اول اشي الكاونت تبعه اللي هو من جنرال يونتس. كل 100% بتعبر لي عن واحد، كل 50% بتعبر لي عن واحد بيشتغل بنص راتب. مثلا لو حطيت هيك، هذا واحد بيشتغل بنص راتب. لو حطيت 150 معناته انا عندي اثنين، واحد بيشتغل براتب كامل وواحد بيشتغل بنص راتب. فانا عندي واحد راح احط 100. هلا بكبس اوكي. قلنا بالنسبة للكوست كيف نيجي نفهم البرنامج، انه الكوست مش بالدولار. بجي على تاسك اوبشنز، نسكجول زون او ديسبلاي. ديسبلاي اليونت مستخدم يو اس دي. يونايتد ستيت، اوكي ما هي نفس الدولار، ما فرقت. تمام. هلا بجي اكمل للسنسور انجينير وباقي الاشياء. فبجي ريسورس، اساين ريسورس، بجي كل واحد ادخله هون عند السنسور. مش سينيور، راح اعبي الريسورس بنفس الطريقة وبعدين بنكمل بنشوف كيف ننتقل للخطوة اللي بعدها. هي حطيت انا ريسورسز هيهم، وكل واحد حطيته البيانات زي ما عملنا لأول واحد لهيك. اوكي هلا بنجي على كل تاسك حطيناه. مثلا عندي هذا التاسك الأول اللي هو البادي ديزاين، أو عفوا هي جروب ما عليها ريسورس. الريسورس بكون موجودين على التاسك اللي هي البيبر وورك. البيبر وورك اللي هي إذا بنرجع على الرمز تبعها اللي هي 1A، يعني اللي هي هي 1A البيبر وورك. بجي اشوف شو في عليها البيبر وورك، هاي عليها البروجكت مانجر. بجي هون بطلع بالريسورس هون البروجكت، بختار بروجكت مانجر. تمام. بجي على اللي بعدها اللي هي راح تكون 1B اللي هي سنسور انجينير. هون E، هون كمان E، هون كمان E. اللي بعدها Project Manager زائد Senior Engineer. وهون Project Manager و Senior Engineer و Engineer. طبعا بفشك على اللي باللون الغامق، لانه باللون الغامق بكونوا جروبس، انا بدي بس التاسك. هلا هون عندي اياها اثنين انجينير. كيف افهم البرنامج انها اثنين انجينير؟ وانا عندي هون تشيك بس بحط لي انجينير واحد. فبجي اكبس كبستين واختار ريسورسز. هون بدل ما هي 100 احطها اثنين. هاي اوكي. لاحظوا ايش حط لي، لا لسه ما طلع معي مشاكل.
لسه ما طلعش مشاكل. اوكي مش مشكلة. خلينا بعدين نرجع لها مشكلة. خلينا نكمل هذا الباقي اللي بعدها اللي راح تكون روبوت كلياتهم روبوت للأخير. هون أربعة روبوت تكنيكال. روبوت تكنيكال خمسة كلهم تكنيكال. بدي كفي نختار هذا أول وحدة وامسك هذا الجزء الصغير هون لاختصار الوقت. هلا ستة في عندي ثلاثة تكنيكال فبجي هون سمارتين ريسورس اختار تكنيكال بحط له 300 وبعدين انجينير وتكنيكال وبعدين تكنيكال. هلا هون كلهم تكنيكال بسحب هاي لتحت. هون سنسور انجينير سينيور انجينير كمان سينيور انجينير سينيور انجينير وانجينير وتحت نفس الشيء سينيور انجينير وانجينير وهون سينيور انجينير وانجينير برضه. وهون بروجكت مانجمنت وانجينير وسينيور انجينير. اوكي هلا بنجي هون شوفوا ايش اللي عندي المشاكل اللي على جنب. حاط لي هون صوت بني ادم باللون الاحمر. ايش معناتها؟ معناتها في تعارض عندي. يعني وين المشكله مبينه عندي؟ هون بالروبوت هون وهون. هلا هاي المهمتين بنفس اليوم بدي اشوف هاي ب20/9 وهاي ب20/9 واحنا عندنا بالمشروع اذا بتتذكروا لما اجينا ندخلهم كان روبوت واحد. فاحنا ما بنصير نشغل روبوت هون وهون واحنا اصلا عندنا واحد ففي مشكله لازم نحلها. هلا هون راح نجي على المشاكل المقترحه او الحلول المقترحه عفوا. ممكن اعدل الاكسترا وركر بس هذا راح يزيد التكلفه انه نجيب وركر زياده نجيب كمان روبوت ونضيفه للمشروع. احنا فيش داعي نضيف كمان روبوت بما انه ما راح نستخدمه غير بس هون. ما في داعي نجيب روبوت زيادة نستخدمه بس هون. ممكن allocate one worker task to another. ممكن نحط بدل روبوت واحد ثاني بس مستحيل احنا نحط technical او اي بني ادم يشتغل محل الروبوت لانه هاي الوظيفة اكيد راح تكون للروبوت. هاي wielding by robots فمش معقول انه نحط واحد بدل الثاني. فما في حل انسب غير الديلي ذا تاسك واليوز مايكروسوفت بروجكت اوتو ليفلينج. يعني ممكن هذا التاسك نحطه في مكان ثاني مانيوالي. يعني خليه يبلش او بما انه هون مرتبط مع اللي فوقيها ما بصير نحطه بيوم ثاني لانه ستارت ستارت ما الفرق فيها. فبجي ريسك تو افاليبل ديت. هيك انا خلصت من هاي المشكله تبعت الروبوت. وكان من الممكن كمان اني استخدم بدل هون البوفلينج بروسيس اني ما استخدم فيها روبوت استخدم تكنيكال ممكن للبوفلينج بروسيس لانه مش محاط لي انها للروبوتس. فهذا الحل بيرجع لكم اما تستخدموا الاوتو او انه تغيروا هاي الروبوت لتكنيكال. هلا بنرجع على مشكله ثانيه اللي هي هاي عندنا كلهم تكنيكال اربع تكنيكال مشتغلين كلهم بنفس اليوم
وأنا عندي أصلاً ثلاثة تكنيكلز، فمن هون أجت هاي المشكلة. هلأ إنه نشغل روبوت بدل واحد منهم مش منطق، لأنه هذا الساوند سيستم والإير كونديشن هم مش مصممين الروبوت لإلهم، فمش منطق إنه أحط روبوت بدل واحد منهم. ممكن أجيب إنجينير يعمل واحد من هدول التست وأوفر على حالي، بما إنه الإنجينير فاضي. فبجي هون بشيل تكنيكال أحط بداله إنجينير، انحلت كل المشاكل. ممكن كمهندس ينظر لها بطريقة ثانية، إنه يأجل اليوم ثاني ليوم ثاني، لأنه الإنجينير كان بياخذ 40، التكنيكال بياخذ 25، فممكن هاي أأخرها يوم زيادة وأشغل تكنيكال فيها، بطلع عليه الكوست أقل. هاي بترجع لخبرة المهندس طبعا. ممكن التأخير يعمل عليه كوست زيادة، فهو بيضطر يشغل الإنجينير بدال التكنيكال. هلا بجي هنا بشوف ايش عندي. هاي المشكلة عندي هنا تكنيكال ثلاثة وهنا كمان تكنيكال، فأنا فعليا مستخدم 4 تكنيكالز على مهمات، على مهمتين اللي هي وهي، ببلشوا بنفس الوقت. وزي ما قلنا عندي أنا كم تكنيكال؟ ثلاثة تكنيكال. هلا إذا بدي أعمل ريسكيدجول تو افيلبل ديت، ممكن أحد الحلول هاي ريسكيدجول تو افيلبل ديت، وممكن حل ثاني إني أشغل بدل هذا التكنيكال أشغل إنجينير. بدور إذا في مشاكل، ما فيش أي مشاكل. طبعا كل المشاكل اللي حلناهم قبل شوي لازم يكون معكم ورقة وقلم وتسجلوا المشاكل أول بأول، كل شغلة شو كانت المشكلة وكيف حلناها وليش، بتلخصوهم ورقة، لأنه لقدام راح ينفعنا بالريبورت لما نيجي نكتب الريبورت على الوورد اللي راح أحطه في فيديو لحاله، أو بتقدروا تحضروا الفيديوهات السابقة للبروجكت السابق، ما فيها أي اختلاف، راح يكونوا نفس المبدأ. هلا بنجي هنا الخلاصة اللي هي بقول لي ايش راح تعمل بالمايكروسوفت وورد، وهذا اللي قلنا راح نشتغله في الفيديو لحاله. بدنا نحط له كفر بيج وتيبل اوف كونتنت اللي هو زي الفهرست، والابستراكت اللي هو ملخص عن المشروع، عن ايش هو المشروع وشو الفكرة تبعته اللي هو هذا من هون، او بتقدروا تعبروا من عندكم. نرجع للبروجكت تشارتر. البروجكت تشارتر اللي هو هذا، كيف نجيبه هذا البروجكت تشارتر؟ كيف نجي زي هيك، بنعمل سكرين شوت للشاشة. كيف نعمل سكرين شوت؟ بنكبس من الكيبورد زر مكتوب PRTSC، بتلاقوه على الزاوية اليمين فوق. بعد ما نكبسها بنجي بنفتح Paint، نكبس كنترول وفي، هيك هو عملنا سكرين شوت. هلا بنيجي هون نعمل مربع هيك كروب، وبنعمل سيف از جي بي جي، وبنحطها بالمكان اللي بدنا اياه. مثلا وبدنا نحط البروجكت تاسك اللي هم راح يكونوا الجداول هدول. هاي البروجكت تاسك بدنا نحطهم مع الديوريشن تبعونهم ستارت وفينش. بدنا نحط البروبلم والسوليوشن اللي هو حكينا عنهم قبل شوي، شو المشاكل اللي طلعت معنا وكيف حليناهم، والكونكلوجن اللي هي خلاصة عن المشروع، يعني هذا المشروع متى بلش متى بنتهي، كم الكوست الكلي للمشروع، كل تاسك كم كلف كوست. هاي البيانات كلها بنطولها من هون بروجكت، بروجكت انفورميشن، من هون متى بلش ومتى بنتهي. بنيجي نكبس statistics
من هون بنقدر نعرف الديوريشن تبعته بالأيام، عدد ساعات العمل، والكوست الكلي. طبعا الكوست الكلي مش الأغلب لازم يطلع نفس السعر، لأنه بيعتمد على الحلول اللي استخدمناها. ممكن نستخدم حل ثاني ويعطينا كوست أنسب من الحلول الأخرى. فالمهندس الشاطر هو اللي بيحصل على أقل كوست وأقل ديوريشن. وبالنسبة لكل كوست كم كل أو عفوا كل تاسك كم كلف، بنجي من هون insert new column، بنختار كوست عادي مش مكتوب معها أي إشي. هيك هو بيعطينا خلاصة كل تاسك كم التكلفة تبعته. كيف بيجي يحسب هاي التكلفة لبروجكت مانجر؟ كم بياخذ بروجكت مانجر؟ 70 فرضا. بيضرب 70 ضرب عدد الأيام ضرب عدد الساعات. عدد ساعات العمل نقدر نطولها من هون options hours per day 8 ساعات عمل. يعني هذا الرقم ناتج من 70 ضرب 8 اللي هي باليوم الواحد، واحنا عنا يومين ضرب 2 بطلع معي هاي التكلفة. بقدر من هون اغير عدد ساعات العمل للاشي اللي بدي اياه، وبقدر احكي له متى اليوم ببلش، من يوم الاحد، من يوم الاثنين، عفوا متى الاسبوع ببلش، متى السنة بتبلش. وهنا بقدر اضيف كل هاي الاشياء. نرجع هيك، والمتطلب الثاني اللي هو المايكروسوفت بروجكت فايل كونتين بروجكت سوفت كوبي بالإيميل. هيك بنكون خلصنا الجزء الخاص بالبروجكت، وان شاء الله اعمل لكم الجزء الخاص بالوورد. واذا ما قدرت ما راح يفرق الوورد عن البروجكت القديم. بتقدروا تحضروا الوورد الخاص بالبروجكت القديم وتطبقوا اللي حكيت لكم عنه هلا، هاي النقاط نفسها بس على هذا البروجكت. البروجكت القديم كان بيحكي عن الجاردنز الحدائق، وفي واحد بيحكي عن شركة مايكروسوفت، فهي بس بتختلف الكيس. أي سؤال أو أي استفسار بتقدروا تتواصلوا معي طارق، وشكرا.